محمود. الو، اهلا وسهلا استاذ محمود. في جملة كده تقول لنا ليه عايز تعلن تشيعك؟ ايه اللي اقنعك بالتشيع؟ تفضل حضرتك. يا فندم انا متسمع الصوت مش واضح خالص، في زنة جامدة كده. يا ريت تظبطوا الصوت الزنة دي. الو، بقول لك انا سامعك حضرتك واضح. بقول لك ايوه، في جملة بس للمشاهدين تقول ايه اللي اقنعك بالتشيع وعايز تعلن تشيعك؟ حاجات كتيرة يا فندم يعني خلتني اعلن تشيعي. اولا ان انا حاسس ان انا يعني ما كنتش مسلم، انا في دين تاني، يعني مثلا عن ابو بكر وعمر كانت صورة تانية غير الصورة اللي انت بتتكلموا عليها. ما لقيتش حد من شيوخنا مثلا يتصل بيكوا ويرد عليكوا يحضوكوا زي ما انتم كده بتجيبوا الروايات. حسيت ان انا يعني الدين اللي انا كنت فيه ده حاجة تانية غير ده الدين الاسلام اللي انا اتربيت عليه وعرفته. حاجات ياما قوي ما يعني مش هتلاقى اي اساس من الصحه عندنا، ولا حتى في الروايات اللي انت بتجيبوها من كتابنا من عندنا تبقى يعني حد يرد عليها، حد يحجكوا، حد يقول لكم لا كده غلط، حد ما لقيتش دي حاجه. تاني حاجه هو حد يعني يكره ان هو يوالي اهل البيت واهل رسول الله سلام وحبايبنا واللي احنا بنقول لهم وفوق دماغنا، فدي يعني برضو من ضمن الحاجات اللي خلتني برضو افكر في التشيع. ماشي، اعلنها مدوية يا استاذ محمود يا حبيبي من الاسكندرية واركب سفينة النجاة. قل على بركة الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير له جل جلاله، جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء، أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله، وأبناءها المعصومين حجج الله، صلوات الله عليهم. للأسف اتقطع تاني، مشكلة في الاتصال. بقيت شهادات البراءة، فإن شاء الله هو في البيت لما أو يسمعني دلوقتي. قل على بركة الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. وصل على محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنيئا لأخونا محمود اللي ركب سفينة النجاة، وإن شاء الله اتصل عليه برضو في الأسبوع اللي جاي بإذن الله يكون الاتصال أفضل ونلقنك شهادات تاني. جزاك الله خير الجزاء، وده منارة ليكوا دلوقتي يا أخواتنا في مصر. اتشجعوا واركبوا سفينة النجاة زي حبيبنا الأخ محمود اللي قال في كلامه. وهو ليه ما ركبش سفينة النجاة؟ ليه ما اتبعش آل النبي؟ هو في أحسن من آل النبي إني أتبعهم؟ شوفوا الناس بتفكر بعقلية منفتحة، تروح تشوف أبو بكر وعمر شائنات الدنيا عليهم.